أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا ذهبت إلى المقبرة لزيارة أحد الموتى ولم أعرف مكان قبره فسلمت عليه، هل يعرف هذه الزيارة؟ الله أعلم، أنا ما أدري، هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أن تسلم على الأموات ودع لميتك ولا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.